السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم معلمة الفنون البصرية إيمان الشيخ. النهاردة يا حبيبتي هناخد درس جديد عن لوحتي بالتنقيط. رؤية المدرسة، إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واع متحضر محافظة على أخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة. قيمة الشهر عن الابتكار، قيمة الأسبوع عن أهمية العلم. أهداف ترسيل النهاردة يا حبيبتي، أول حاجة أن تتعرف الطالبة على مدرسة تنقيط ومؤسس هذه المدرسة الهدف المعرفي. ثاني حاجة أن تترك الطالبة قيمة التصميم في العمل الفني، وده الهدف الوجداني. ثالث حاجة أن تقوم الطالبة برسم لوحة فنية باستخدام أسلوب التنقيط، ده الهدف المهاري. رابع حاجة أن تقوم الطالبة بتلوين الرسمة مع تناسق الألوان، وده الهدف المهاري. مصطلحات درسنا النهاردة، أول حاجة عناصر التصميم. عناصر التصميم هو 6 عناصر، أول حاجة الخط، ثاني حاجة النقطة، ثالث حاجة الشكل، رابع حاجة الالتزام، خامس حاجة التكرار، سادس حاجة الملمس. نيجي على مصطلح تاني في درسنا النهاردة، المدرسة التنقيطية هي أسلوب فني يعتمد على نقاط لونية صافية نقية بجوار بعضها البعض، تكون نتيج صورة، نتيجة الصورة فيكون سمك امتزاج وهمي بين الألوان داخل العين الرائي. مؤسس المدرسة التنقيطية فان جوخ. نيجي على السؤال الأول في ترسيل النهاردة، اكمل العبارة الآتية. عناصر التصميم احنا لسه قايلينها، هما 6 حاجات، اكتب 5 منهم. نيجي على السؤال الثاني في درسنا النهارده، اختار الإجابة الصحيحة. مؤسس المدرسة التنقيطية فان جوخ أم هنري ماتيس؟ الأدوات المستخدمة في درسنا النهارده، أول حاجة كراسة رسم بيضاء، تاني حاجة قلم الرصاص، تالت حاجة الممحاة، رابع حاجة المسطرة، خامس حاجة الألوان الفنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا هبدأ أرسم رسمتي اللي هي لوحتي بالتنقيط. هحاول اعمل دائرة على مساحة كبيرة عندي في الكراسة بالشكل ده كده، بحاول اكبر الدائرة على قد ايه الكراسة بتاعتي. الكراسة بتاعتي كبيرة، اكبر الدائرة. الكراسة بتاعتي صغيرة، ايه على قد مساحة الكراسة بتاعتي. انا اهو هنا رسمت الدائرة، هبدأ بقى ايه اشوف مثلا انا عايز ارسم ايه. يعني مثلا انا هعمل هنا الباع، هنا السحاب، هنا هرسم الشمس. عايز ترسم الشمس هنا براحتك، انا مثلا ممكن نعمل شمس كانها طالعه من فوق احسن، عشان اهي تحت لسه هكملها. بالشكل ده كده اهو. انا بقى الجزء ده مش هخليه كله بحر، هاخد جزء من هنا نمسح ده. والجزء ده خليه مثلا هرسم فيه بيت، ولا هرسم فيه شجر، جانب جزيرة. ما هستخدم مسطرة، بس طبعا البيت مش هيكفي، فالتكملة بتاعته كأنها ايه ورا الدائرة، مش لازم تعمليها بيت كله بعيد. ما بالشكل ده كده اهو.
بالشكل ده كده اهو، نظبطها عشان مايلة شوية. اهو نعمل بيت، نمسح الخطوط اللي جوه دي عشان بيت بيت هو اللي قدام وش مش شفاف اهو بالشكل ده كده. هبدا اعمل الجزء بتاعهم. بالشكل ده كده، كده خلصنا البيت بتاعنا. همسح الخطوط اللي جواها دي بالشكل ده كده ونظبط الجزئية دي. هنبدأ طبعا نعمل الشبابيك بتاعتها. طبعا انا هعملها بايدي، اما انت هتستخدمي المسطرة فمش هتعرفي تظبطي الخطوط، يبقى يفضل استخدام ايه المسطرة. نعمل الباب، بالشكل ده كده. عايز تعملي ده المسطرة اللي هو خطوط كده براحتك. اما بقى ده البحر، هعمل هنا مركب. بالشكل ده كده اهو. هنا ممكن نعمل هو المدخل بتاع البيت اللي هو بيبقى ايه اللي فيه طوب او طريقة اللي هو رصاصي. نصبط شوية. بس كده لو خلصنا رسمتنا اهي، رسمة بسيطة وسهلة. هبدأ بقى ايه اخططها باللون الاسود. انا عندي هنا الالوان بتاعتي اهي، الوان فلوماستر. الرسمة دي مش هينفع معاها الالوان الخشبية عشان هنستخدمها بالتنقيط. اهو القلم الاسود بتاعي، هنخطط بالاسود يعني اللي هو نحدد بس بالتنقيط، مش خطوط مستقيمة زي ما كنا بنعملها. وبالشكل ده كده نقط نقط جنب بعض بحيث ما نسيبش مسافات واسعة ما بينهم ولا مساحة صغيرة. بالشكل ده كده اهو زي ما انتم شايفين حبيباتي اهو. نعمل الجزء ده كمان. نخطط الشمس. هتلاحظوا هتقولوا بس احنا ليه هنخطط؟ هنخطط عشان لما نيجي نعمل الالوان الاصفر مثلا مش هيبان في ايه التنقيط، بحيث نبين ان دي الشمس ودي الاشعة بتاعتها. عشان لو في الوان لونها فاتح ايه الاسود يبين دي نهاية الرسمة بتاعتي. ما هو زي ما انتم شايفين هبدأ اخطط البيت.
انا اهو خلصت تنقيط، هبدا بقى ايه قبل ما الون هبدا اخطط الدائره بتاعتي عشان ما اطلعش بره الرسمه وانا بنقط. اثبت ايدي على الكراسه وايه الف عشان الدائره تطلع معايا مظبوطه، ايدي ما تقعدش تتحرك. ألف الكراسة معايا اهو خلصت الدائرة بتاعتي اهي، شايفين الرسمة. هبدأ بقى ايه انقط اشوف مثلا الساحة، نبدأ من تحت لفوق اشوف مثلا دي اخضر اللون الاخضر، انا عندي اهو اللون الاخضر هبدأ ايه انقط باللون الاخضر. ننقط بحيث ما نسيبش مسافات كبيرة ولا مسافات ايه صغيرة اثناء التنقيط بالشكل ده كده. احنا خططنا ليه مس عشان ايه نعرف الفاصل، يعني انا دلوقتي عرفت ان الجزئية دي هي بس اللي بالاخضر والباقي ايه هنلونه لون تاني، الجزئية دي الاخضر بس. هبدأ انقط بطريقة صحيحة بسن بتاع القلم في المصر بتاعي، طبعا انا قلت الوان خشبيه ما ينفعش معانا في الرسمه دي، احنا هنستخدم الوان في الماستر فقط. شايفين التنقيط اهو، انا دلوقتي خلصت الجزئيه الخضراء دي هبدا ايه هنقط زي ما انتم شايفين البيت، هنقط الجزئيه دي مثلا بالبني الغامق وهنقط الجزئيه اللي فوق دي بالبني الفاتح عشان يبان الاختلاف. شايفين التنقيط طريقة صحيحة، التنقيط اهو باختيار الالوان المناسبة للرسمة عدم ترك فراغات بيضاء اثناء التلوين، بترك فراغات بس هي قليل جدا. انا دلوقتي اهو خلصت البيت هبدأ بقى ايه هنا عملت لونه بني الغامق الفاتح قصدي، وهنا عملت لون البني الغامق وهخططها بالاسود. هبدأ الون الطريق دلوقتي باللون الرمادي اللي خططه، خلصت اهو الطريق هبدأ ايه الون البحر باللون الازرق انقطه. انا دلوقتي خلصت البحر هبدأ الون السحاب نفس اللون. شايفين التنقيط، التنقيط بيكون كده بسن القلم زي ما انا عامله وبسيب فراغات صغيره اهو زي ما انتوا شايفين يا حبايبي العزيزات اهو، بحيث ايه ما يبقاش الرسم فيها فراغات كتيره وما يبقاش لازقه بعض في بعضها بالطريقه دي، بس ما تطلع معاكي مظبوطه وتلون. انا خلصت دلوقتي السحاب هدخل في الشمس، وانا دلوقتي خلصت اهو الرسم هبدا ايه امسح بالمحايا عشان لو في حاجات رصاص يبقى الرسمه سليمه. وبكده انا خلصت رسمتي النهارده، ان شاء الله نقابلكم الحصه الجايه في رسمه جديده ودرس جديد. شكرا.